وبه نستعين. محاضرتنا التالية هي الـ development of the respiratory system. قبل ما نبدأ بالـ development of the respiratory system، أريد أستعرض وياكم بعض الـ histology and the anatomy of the respiratory system الموجود في أجسامنا. شوفوا هذا الجدول يبين البرونكيال تري، هذه التراكيا وهذه البرونكيال تري والبرانشز تبعها. وكما عارفين، تسمعوني يا طلاب؟ نعم دكتور. نعم دكتور. تمام. كما تعرفون انتم من الهيستولوجي والاناتومي اوف ذا ريسبيراتوري سيستم، انه الريسبيراتوري سيستم از divided into two portions. واحد اسمه conducting portions والآخر اسمه respiratory portion. The conducting portion يبتدئ من النوز وينتهي في terminal bronchioles. شوفوا هذا الخط الأبيض اللي يفصل ما بين هذه كلها إلى الأعلى إلى النوز، هذا يسمى conducting portion. يسمى الـ conducting portion. من هذا الخط إلى الأسفل ابتداء من الـ respiratory bronchioles انتهاء إلى الـ alveoli مرورا طبعا بالـ alveolar duct والـ alveolar sac، هذا يسمى respiratory portion. لماذا سمي بالـ respiratory portion؟ لأن هنا في هذا المكان حيصير عندنا الـ actual exchange of gases between the blood and the lumen of the respiratory portion. طبعا هو المكان الرئيسي الـ main part for exchange of gases يحصل في الـ alveoli. وهذه الـ alveoli عددها يصل إلى 300 مليون alveoli موجودة في الـ human lung. وبالمناسبة هذه الـ alveoli عند الولادة لا تكون بهذا العدد، عددها لا يتجاوز 50 مليون الفيلاي موجودة وين؟ في النيوري بورن لانج اوف ذا بيبي. لكن بمرور الزمن لحد 7-8 سنوات يصل إلى 300 مليون. وطبعا هذا الكلام هو an example of the البروسيس اللي سميناها developmental anatomy، which means there is further development after birth to many organs in the body. احنا سبق ان تحدثنا عن النيرفس سيستم، وسبق تحدثنا عن الديفلوبمنت اوف ذا تيث، والان نعطيكم another example for the الان دريد يدخل روان تدخل ادمت. هذا اذا الريسبيراتوري سيستم از ان اكزامبل اوف ذا ديفلوبمنت ان اناتومي بيكوز وي هاف سم الفيلاي اور موست اوف ذا الفيلاي جوينج تو كومبليت ذير ديفلوبمنت افتر بيرث. افتر بيرث هذه واحد. ثانيا نشوف يوجد عندنا كتيشوز موجودة في الريسبيراتوري سيستم، يوجد عندنا لايننج ابثيليوم، شايفين هذا لايننج ابثيليوم. الآن احنا نبتدئ من داخل اللومن ونخرج إلى الخارج، نخرج إلى الخارج. الريسبيراتوري ابثيليوم طبعا هو اللي عامل لايننج ابثيليوم. وفي الريسبيراتوري ابثيليوم يوجد فيه جوبلس سيلز وسيليتد سيلز وايضا اكستنشن اسمها جلانز. بعد ذلك تجي عندنا كونكتيف تيشو في كارتليج، وبعد ذلك عندنا مسلز وعندنا الاستيك فايبرز. هذه الصوره تبين وات از ذا امبريونيك اوريجين، وات ار ذا جيرم لايرز forming the respiratory system. ما هي الجيرم لايرز التي تكون الريسبيراتوري سيستم؟ نقول الكلام الآتي: two main germ layers
responsible for the development of the respiratory system. The first one here, the endoderm, which is responsible for the development of the lining epithelium of the respiratory system. ابتداء من النوز till the end of the alveoli. وطبعا الفاريشن واضح بالنيتشر اوف ذا ريسبيراتوري ابيثيليوم، يعني كيف يكون شكله في التراكيا، عنا في البرونكيوز، عنا في الالفيلاي. هاي التفاصيل انتم اخذتوها بالهيستولوجي. المهم اللايننج ابيثيليوم يعطينا جاي من الاندوديرم، والاندوديرم هو الاساس في تكوين اللايننج ابيثيليوم. السكند جيرم لاير هي الميزوديرم، هي الميزوديرم. ماذا تعطينا الميزوديرم؟ الميزوديرم تعطينا الكارتليج، تعطينا المسلز، تعطينا الالاستيك فايبر. طبعا هذه الجلانز والسيليتد سيلز والجوبل سيلز هي كلها تبع ماذا؟ تبع الابثيليوم، هذه ليس تبع الميزوديرم. الميزوديرم مسؤوليته من هذا المكان، من الكارتليج والى جهه اليمين، سموث مسل سيلز والاستيك فايبرز. طبعا السموث مسل سيلز تفاصيلها انتم وين تنتهي وين تبدا، انتم اخذتوها بالهيستولوجي. وعاده هي كما شايفين الان تكون في تنتهي عند الانيشال بورشن اوف ذا ريسبيراتوري برونكيولز، لكن الاستيك فايبرز لا يمتد لغايه الالفيلاي، لغايه الالفيلاي. هذا هيستولوجي احنا ما في صدده. المهم نريد احنا نعرف انه عندنا تو جيرم لايرز responsible for the development of the respiratory system. The first one here, the endoderm, which gives rise to the epithelium tissue, respiratory epithelium, well connective tissue, اللي تحت الابثيليوم في اللامينا بروبريا، في السابي ميوكوزا، في المسلز، الكارتليج، والالاستيك فايبرز. كلها originated from the mesoderm. زين. متى يبتدئ التايمينج سيكونس؟ الان نبدي الان على التايمينج سيكونس الخاص بال الديفلوبمنت اوف ذا الريسبيراتوري سيستم. نقول الديفلوبمنت ستارتس ات ذا فورث ويك اوف امبريونيك لايف او بري نيتال لايف. ولا ننسى انه كان عندنا مسميات سابقه اخذناها بالاوروفيشال ديفلوبمنت، وهي النيزل بلاك اوت. نيزل بلاك اوت، اريد اسال منكم يا طلاب ماذا تعطينا هذه النيزل بلاك اوت؟ طلاب ايش تنطينا النيزل بلاك اوت؟ راح نستفيد منها. نعم دكتور، ثقب الانف. وضح لي اكثر شوي اكثر، ماذا تعطينا النيزل بلاكوتس؟ فقط تعطينا النيزل اورفيس؟ لا، من يعرف؟ ناسيها مو؟ اي نعم دكتور، مو بالضبط. ما خلي اطلع الصوره واشرح عليها، لان شوي نحاول نذكركم احنا. دكتور اللاترال نيزل بروسيس والميديال ليزر بروسيس. تمام. لاترال نيزل بروسيس والميديال نيزل بروسيس. خلينا نطلع الصوره. هذه اعطتنا الميديال نيزل بروسيس، يمين ويسار بروسيسز، وهنا عندنا اللاترال نيزل بروسيس، هنا نسميها بروميننس، هي نفسها بروسيس. وطبعا الميديان نيزل بروسيسز اعطتنا الفلترم اوف ذا ابر ليب، واعطتنا البرايمري باليت، واشتركت في تكوين جزء من النوز، جزء من النوز، ويكمل هذا الجزء السيركل، هذه هو اللاترال نيزل بروسيس. ايضا يجب ان نعرف انه الميزوديرم ايضا قلنا نظام الكارتليج،
وانطانا المسلز وغيرها. ماذا يحصل في الاسبوع الرابع من الحمل بخصوص الـ development of the respiratory system؟ في هذا الاسبوع، في الاسبوع الرابع، كان عندنا تيوب اسمه الفورجت. الفورجت هو نفس الاندوديرم، نفس الاندوديرم هنا أنا ماخذ اسم الفورجت، عبارة عن تيوب. كما تعرفون في الاسبوع الثالث كانت عندنا بروسيس اسمها او مرحلة اسمها الغاز ريليشن، اللي يتكون فيها 3 جيم لايرز، وكما وضحت لكم سابقا هذه ال 3 جيم لايرز تكون ثلاث اسطوانات، واحده داخله في الاخرى، يعني الخارج من عندها هي الاسطوانه الخارجيه تسمى الاكتوديرم او الامبريو بصوره ثلاث اسطوانات، الخارجيه تسمى الاكتوديرم، والوسطى تسمى الميزوديرم، والداخليه تسمى الاندوديرم. هذا الاندوديرم ينطوها مصطلح الفورجت، الفورجت في الاسبوع الرابع. اذا الريسبيراتوري سيستم في نهاية الثلث الأول للفورجت يظهر عنده بات، شوف مؤشر عليه بالسهم، هذه بعضهم مسميه respiratory diverticulum، بعضهم مسميه lung bat، كلها مسميات لشيء واحد، إنه هذه بداية respiratory system. إذا respiratory system is developed from the beginning of the second part or the end of the first part of the foregut as you know as respiratory diverticulum or lung bud. Lung bud. شوف هذا الامبريو في الاسبوع الرابع، هذا شوف هذا هو الاصفر، هو الفورجت، هذا هو الفورجت، وال من نهايه الثلث الاول للفورجت. طبعا هنا في هذا المكان يوجد عندنا ماذا؟ الاستموديوم، وكان هذا البكو فرنجي الممبرين اللي حيصير له رابتشر، وفي هذا المكان اللي حصل فيه رابتشر البكو فرنجي الممبرين يتكون الفارينكس، يتكون الفارينكس. شوف صوره اخرى، شوفوا هذا الريسبيراتوري دايفرتيكولوم او لانج بود، ماخذ اللون الازرق هنا. هذا نفس الريسبيراتوري دايفرتيكولوم، نشوف ايش حيحصل بيه بعدين. هذا الريسبيراتوري دايفرتيكولوم هو كان بعد ملتصق بمن؟ ملتصق بالفورجت، هذه الفورجت ملتصق بالفورجت. اللي حيحصل انه كان ملتصق به وبينتهم اكو كوميونيكيشن، يعني لا يوجد حد فاصل ما بين الاثنين، ما بين هذا الازرق اللي اسمه اللانج باد او ريسبيراتوري دايفرتيكولوم، والاصفر اللي يسمى تكمله الفورجت، هو مجرد برعم من عنده، برعم هذا اسمه. المرحله التاليه خلينا نقول بعد اسبوع من هذا الكلام او اسبوعين نشوف حيصير عندنا كومبليت سيبريشن اوف ذا ريسبيراتوري دايفرتيكولوم من الفورجت، اللي يتحول في الجزء اللي كان فيه موجود الباد الى ما يسمى بالاسوفيجس. بالاسوفيجس، واحنا عارفين الاسوفيجس يكون في منطقه اللارينكس، هو فوق اللارينكس ويمتد، يكون في لما يصل الى التراكيا، هذا الاناتومي اتحدث، يكون خلف التراكيا في البدايه، خلف التراكيا. يجب ان يفصل هذا الكوميونيكيشن ما بين الفورجت اللي حيتحول يصير اسوفاجس عن الريسبيراتوري دايفرتيكولوم او اللانج باد. لكن طبعا بعض المرات يستمر هذا الكوميونيكيشن، وهذا طبعا حاله غير طبيعيه، خلينا نتحدث في الحاله الطبيعيه. نهايه الباد يبدا هذا الريسبيراتوري دايفرتيكولوم بالانقسام الى جزئين، وهذه تكون بدايه لمن؟ بدايه لتكوين البرونكاي، والستيم او الساق لهذا البد يتحول الى تراكيا، واحنا الان في اجسامنا التراكيا تنقسم الى برونكاي، تنقسم الى برونكاي. طبعا في جهه اليمين في اللنج عندنا حيكون عندنا 3 برونكاي،
وفي جهة اليسار عندنا two bronchi. تسمعون الصوت تبعي ولا لا؟ نعم دكتور. تمام. هنا شوية نتحدث عن ال congenital anomalies، الحالات الغير طبيعية. يعني يولد الإنسان عنده lung وحاصل بها bifurcation إلى bronchi، لكن هذه الفورغت أو الإسفاغس نشوفها أما يكون بيناتهم communication كما هي الحالة هذه، وهذه الحالة أيضا، أو يكون عدة separation بحيث ما بإمكان الطفل أن يأكل، يعني لأنه ليش اللي يأكل دائما الأكل وين يروح؟ للرسبارتي، وهذه حالة غير طبيعية. خلينا في الحالة الطبيعية، ما أريد أتطرق إلى الحالات الغير طبيعية. اللانج باد أو respiratory diverticulum انقسم إلى جزئين، وهذه تكون بداية لتكوين البرونكاي، وقلنا هذه حصلت أسبوع أو أسبوعين بعد الأربع، يعني وصلنا إلى الأسبوع السادس، الأسبوع السادس من الحمل. هذه الصورة شايفين، شوفين أنا مسميها لانج باد، أنا ليش سميتها؟ قلت لكم respiratory diverticulum أو لانج باد، والانقسام اللي حاصل فيهم سماه برونكال بد. اعتقد هي هذه الصوره الغالبه في الكتب، هذه طبعا من تكست بوك اوف ذا الامبريولوجي باي لانجمانز، هذه الصوره ماخوذه. وشايفين هنا أنا انقسم الى جزئين، هذه اللانج باد انقسم الى جزئين، طانا برونكيال باد، وهذه تكون بدايه لتكوين البرونكاي، البرونكيال تري، برونكيال تري. اليمين ينقسم الى ثلاثة اجزاء، لانه عندنا في اللانج في الهيومن بينج اليمين فيها 3 برونكاي واليسار فيها 2. وبعدين تبدا بالتتابع بعملية رياضية حسابات زيادة مضطردة في البرانشز، في البرانشز، بحيث يحصل عندنا حوالي 17 اوردر، 17 مرة يصير برانشينج من الانقسامات، 17 مرة متتالية. شوف أيضا صورة أخرى للبرانشز اوف ذا برونكيال تري. لحد الآن طبعا لم تتكون الالفيولاي، خذوا بالكم احنا بالأسبوع السادس ودخلنا في الأسبوع السابع، هذه الصورة في الأسبوع السابع، وهنا عندك ال ال دخلنا فيه، شوف في الأسبوع الثامن ولا زالت البرانشز مستمرة، لا زالت البرانشز مستمرة، هذه نفس الترتيب، نفس الأوردر اللي تحدثنا عنه. في هذه الحالة احنا الآن تعلمنا الشيء الآتي، انه البداية تكون على شكل لانج بد ينقسم الى جزئين، يسمى البرونكيال تري، اليمين منهم ينقسم الى ثلاثة واليسار ينقسم الى اثنين، وبعد ذلك يأتي تباعا تكوين اللانج. انا اتوقف هنا لانه ما اريد انطي اكثر من هاي المعلومة، وانتظر من عندكم الاسئلة يا طلبة. اللي بس اوقف الريكوردينج، الاسئلة تفضلوا اسألوا.